عدد أحاديث التقريب 416 حديثا، جمعها مصنفها على ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد. كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى، وتوفي الحافظ زين الدين سنة 806 للهجرة، والعراقي هذا هو العراقي الأب، فإن زين الدين هو والد الإمام الحافظ ولي الدين العراقي. عدد أحاديث التقريب 416 حديثا، جمعها مصنفها على ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، ومنهجه في الإشارة إلى من خرج الحديث أن الحديث إذا كان في الصحيحين لا يعزوه لأحد، يذكره مجردا من العزو فهو إشارة إلى أنه في الصحيحين، ويكون ذلك علامة على كونه متفقا عليه. فإن كان في أحد الصحيحين اقتصر على عزوه إليه، يعني فيقول مثلا رواه البخاري ولا يضم إليه غيره ولو شاركه فيه كأبي داود مثلا أو الترمذي، فإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزاه إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم.